وش اللي صاير في القرية يا شباب؟ يا الربع على الشيخ عقاب المتسلط محمد بن جخير حضر عند المشراق الآن. أنا أبغى أشوف محمد بن جخير قدامي في المشراق الحين. أمرك أنا جبل صعب على الناس ترقاه ماني بروض كل من جاء داسه. كفو محمد بن جخير تعال. أدها يا شيخ أدها. محمد بن جخير أبغى محمد بن جخير يحضر عند البوابة الآن. وين مفتاح السجن يا عبد الله بن جخير؟ هذا مفتاح السجن. افتح بوابة السجن الآن. قبل أن تفتح بوابة السجن تعال. سم يا شيخ. فيلوتشي سجل اسمها، سجل أسامي المحلات كلها اللي مقفلة. بكرة اجتماع ضروري واضطراري وهام مع الشيخ عقاب المتسلط. أبشر يا شيخ. أنا أبشر. المحلات هذه كلها ما أبغاها تقفل إلا في نهاية البث. أبشر يا شيخ. على أي أساس ومن أمرهم يقفلون من بدري؟ حنا نبي نحس بالحيوية والحياة في أرجاء هذه القرية. أنت ما تعشيت. القرية هذه ملك للجميع. أنا من سينصف المظلوم بعد الله سبحانه وتعالى. كفو يا شيخ. كفو. نعم. كفو يا شيخ. نعم لا كفو. يوجد مظلوم. كفو يا شيخ. من بيننا في هذه القرية، هذه قرية الجميع. كفو يا شيخ. ومنصة الجميع. هذا محمد بن خير. وقف هنا في النص أبيك. العلم. أرجوك وقف في النص. مفتاح السجن هذا هو يا شيخ. أول حاجة الشخص الماثل أمامكم هذا دخلت اليوم في غرفة الملابس. أيوة. ولقيته هو واثنين من الأشخاص يخططون على انقلاب كبير غدا، ويخططون على أنه بيمسك الشيخ الأسبوع الجاي بنسبة 80%، وقال بالحرف الواحد والله لا أمثل فيه وأخلي الجميع أضحوكة. أنت سمعت الكلام ده مني؟ نعم سمعت الكلام هذا. سمعت الكلام ده مني أنا؟ شلنا دخله سجن. لحظة. لا تكلم مع الشيخ عقاب المتسلط بالطريقة. سجن محمد بن خير. داخل السجن. سجن محمد بن خير. اسمع يا محمد بن خير. بارون اصبر 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 لا ترفع انا ما جيت سلمت عليك اليوم. انا قابل متصل هذا الشيخ. هذا الشيخ. هذا الشيخ. هذا الشيخ. بروح يا عبد الله. بروح دقيقه. اسمع الكلام ده مني. انا يعجبني تدري ليش؟ لانه صنديد شجاع لا هبل. غصب عليك. غصب عليك. غصب علي. اسمع الكلام ده مني. انا لو بقولها قلتها في وجهك. انت غلط على الشيخ. بقولها في وجهك والله. غلط على الشيخ والله العظيم. غلط على الشيخ يا جيل. اسمع اسمع حمد استهبال والله ما بيستهبال قسم بالله. سالفه مش سالفه استهبال. انت مطلع الفيلم ذا من راسك. انا الشيخ عقاب المتسلط. انت مطلع الفيلم ذا من راسك. حد اعصابك في داخل يجيك. لا تموت انا بدوجك عشان احنا بنتكلم عن وقف الام. دقيقه تفضل. طيب انت سامع كلام. انت مطلع الكلام من راسك يا محمد بن خير. انت سيد. انت سمعت اني يا ولد خير. سم ادخل السجن لو سمحت. سجن محمد بن خير. تفضل. سجن محمد بن خير. سجن محمد بن خير. يا شيخ بلا استهبال. سجن محمد بن خير. يا شيخ خلها قد استهبال. محمد ترى سجن محمد ترى ترى سجن محمد بن خير ما هو ظلم. محمد من قال لك انه ظلم؟ انت سامع من ثاني وجه لوجه. انا مستشار. انا مستشارك الشخصي. لا انا سامع بذني. لا ارضى بذنك. متى سمعت؟ اقول لك محمد بن زيد. لا يمكن ان ينطق الكلام. انا سامع الكلام هذا وانا الشيخ عقاب المتسلط. اسمع الشخصي. جبل صعب على الناس تلقاه من يبرض كل من جه داسه. كفو يا شيخ. كفو. كفو يا شيخ. قربوا مربط النعامه منه. اهدم كذا. اهب على كيف؟ هدم من كذا يا شيخ. باب البراين فاتح يا شيخ. وبعدين نجم جماعه. اهب على كيف؟ يا هلا وسهلا. ما هب على كيف؟ هذه الذيابي. ارجوك ارجوك يا ابو ربيع ذكر الجماعه بصلاه الشفع والوتر. تفضل. والله يا جماعه خير اللي يبي الاجر ويبي الخير ويبغي السعاده في دنياه ياخذ له ركعه. بعضكم يتفرج في التلفزيون في الاخبار في المسلسلات ساعتين ثلاث. الان وانت رايح لفراشك قبل الدوم خذ لك ركعه بس ركعه ولا ركعتين.
ادعي فيها والله انك تشوف الخير. حتى المساجين يقدرون يصلون صح؟ اي والله يقدرون نعم. يصلون ويتوضون عندنا. يا بلجي يتوضى محمد بن جهير طلعوا يتوضى ويعود. باب البرايم فاتح يا شيخ. باب البرايم خليه بس يا شيخ. يا شيخ عقاب سم الله فيك. انت وظفتني مستشارك الخاص. نعم. لكن انا رجال لا ارضى بالظلم. سلك الشيخ. يا ابو فجر. تنازل عن هذا المنصب. تكفى يا ابو فجر. تنازل عن هذا المنصب. تنازل عن هذا المنصب. تنازل عن هذا يا شيخ. سم الله فيك. تنازل من هذا المنصب الان الرجل هذا يا شيخ من واحد انت تعرف من واحد جدي انت من واحد انت صرت مستشار اصلا وراح القطار وانا غلطان اللي واليت اسمع يا محمد محمد لو سمحت يا ابو طيب اسمع الو يا لازم ابو العمره موجود لازم موجود قرالاتي لا تنشر يومي ارجوك انا الشيخ عقاب متسلط اسمعني ارجوك معلم ارجوك معلم قربوا مربط النعام نعم توفاك الصورة يا ابن عمرو يا ابن عمرو يا ابن عمرو اسمع 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 ابن الخير ايش يقول اسمع يا ابن عمرو يا ابو راشد يا شيخ انا ناقدك الشخصي يا شيخ شيخ عقاب خليك رزين يا شيخ خليك رزين يا شيخ اسمع ترد عليه يا شيخ حلم رابط منه وش تسجل اي حلم وش تسجل اي حلم هذا وش تسجل روح تحلم روح نام وش تسجل روح نام علمني وتوضا قبل لا تنام وصل سجلوت يا شيخ اسمع ايش يقول لك اسمع يتامر ضده بكره تفضل يا ابو شهاب انت لك ترى انت غالي ولك الحق تتكلم اي غالي اللي تتكلم عنه جعلك ما تغليني ولا اغليك انا ما جيتك اليوم وسلمت عليك وقلت لك انا امر بسجن الشيخ عقاب المتسلط مع محمد بن جهير تضامنا معه ادخل يا شيخ ادخل خلني اقفل عليك هذا من غراك قفل غراك عندي يا محمد بن جهير تطرح علي والله انك تطرح لا لا خلاص الباب مفتوح يلا يا شباب انا وقت النوم شكوا على البيبان خلنا رقد طفوا النوار طفوا النوار الشيخ قطع عيد يجي عليه حي يا جننتني يا شيخ كل بالي خلنا نرقد سكيبا ابشر ابشر سكيبا تراك جننتني يا ولد كل شيء يطلع لك سالفه سجن والله قطع عيد يا علي الله يرجع الله يحييك يا ابو شخير انت صدق كم سامع شيء نصلي شفع الوزر انت سامع شيء من اللو اني ها نصلي شفع الوتر انت سامع اني من قرب عليك طفل الانبات طفل الانبات هرقت سيدي يا شيخ ايش تبي يا شيخ طفل الانبات يا شيخ بننام بننام خلاص صلى المصلي لامر كان يقصده الله فحينما انقضى لا صلى ولا صام الله اكبر ركعتين تغنيك عن الدنيا وما فيها يا شيخ جزاك الله خير وهذا المفتاح الله يحييك قفلت الباب عليكم يا شيخ خليه معك والمفتاح معي نعم بكره عشر افتحنا ما تسوي يا شيخ قطعت ايدي بالباب يا شيخ ما في مشكله خلاص روح عوضني يا شيخ يا ابن عمره سم راقب الله فوقك الله فوقك انتبه من الظلم راح وراك ظلمات يوم القيامة راح وراك يا ابن عمره راح وراك انت متى بتعقل العام متى بتعقل بتغدي رجال وش حالك وعساك طيب سكر الباب سكر الباب هذا المساجين هذا سكر الباب انت ما تعقل ما قل لا اله الا الله ما تفلح مع الرياجيل قل لا اله الا حق لا اله الا الله انت سمعتني اليوم قايل شيء انا وياك سنمثل هذا الدور خير تمثيل هذا الشيخ عنك نعم من هقه من هقه من هذا الشيخ يا ولد والله شرف شوف الدم يا شيخ قطعت ايدي يا شيخ بالباب سكرت الباب وش قال 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 قرب المربط النعافة مني قال جعلت توطى جعلت توطى معك منديل الله يحييك ابو شخير انت عزيز وغالي والله ما دامك دخلت في سجني والله يا كرامتك كنت تموت بقفل 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 لا 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 اسمعني 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 ابو هجر طالبك ما حد قال لك تمسك طالبك وش تبي ما ابي بقفل انا بس قول لا اله الا الله هذا قبل ثاني والله ما تجي امسك الله والله اسلك خلاص قفلنا قفل جيب المفتاح جيب المفتاح خلاص هذا قاطعين ايدي خلاص في جيبك يا شيخ الدم عبد الله يا تهاني روح ابو فجر روح ولا تفتح المال الا بكره العصر بكره العصر بعد ايش يا شيخ لا ابي ابي ابو فجر اسمع 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 جيب لنا بكره كرامه لمحمد بن جهير بما انه دخل سجن عندي تبون انفطح ولا نبيها انفطح ويده جنب الشباب انا بس السرير هذا لك ممتاز طوله السرير طوله ما تجلس فيه انا خشبي بس من عليك هذا لانك تكلمت عرفت يا شيخ انا قابل انا ابي الشيخ بكلمه راس اسحب الشيخ بكلمه راس يلا يلا محمد بن جهير يلا اطلع سكر أبا يا شيخ أغرد هاسي اقعد بها يا شيخ اقعد بها شيخ والله يا شيخ والله إنك أعوذ بالله والله إنك ما سكر على الشيخ يلا يلا افتح الباب لا لا فاتحة يلا 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 مع السلامة هذا المفتاح شيخ
شيخ هذا المفتاح لا 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 محمد لا 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 يلا هذا المفتاح يا شيخ تصبح على خير سبحان الله هذا الحل خله شكروا على الشيخ محمد بن خير يا ولد يا هلا وهلا الهلا باللي يجينا يا هلا وهلا الهلا